الله بالقرآن ليش ذكر الناقة بعد السماوات؟ ذكر إيه؟ الناقة، الناقة الجمل ذكرها بعد السماوات في آية القرآن. السماوات اللي هي أنا آية دي. ناقة سيدنا صالح؟ لا. حتى يلج الجمل وفي ثم الخيار؟ لا، في واحدة ثانية. اللي هي في سورة الشمس، وبعدين كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. لا، في آية عن ذكر الله فيها الناقة والسماوات. فين آية؟ فيش إلا دول اللي احنا قلنا ناقة والسماوات. تتوضا عشان صلاة العشاء؟ ذكرها سيد الحجازي. أفلا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إي نعم. قبل السماوات. إيه، ليش ذكرت؟ إيش معنى يعني الناقة مع السماوات؟ هذه الآيات باقية للعام للبدوي والحضري، فهو وجهه إلى ما فيه في السفر في الصحراء، فذكر إن الإبل، الإبل سميت إبل لأنها تختزن الماء، وفي الحديث إن لهم رحما سأبلها ببلالها. فالإبل دي مفردها مخالف للفظه، يعني الجمل مش من كلمة الإبل، ولا الناقة من كلمة الإبل، بخلاف البقرة مثلا جاية من البقر. فلما نيجي هنا هو راكب على الجمل ماشي في الصحراء بيبص الايه للسماء، بينزل نظره من الإبل إلى الجبال، من السماء إلى الجبال، بعدين بينزل إلى الأرض، يبقى فيه تدرج في النزول، بيسموه كده رسم بيان. هذه الأمور ما وجهش عنايته إلى ما يجلب الطبيعة. لو قال له لا ينظر إلى النساء، صحيح ما تشوف واحدة جميلة تبقى تقول سبحان الخلاق العظيم، بس بعد دقيقتين هتبقى شهوة عارمة. لو شفت الذهب هتقول الله أكبر وتفرح وتنبسط، بس بتفكر بعدين تشتري سلاح الذي يحرسك من لحيج يسرقوك. طيب، فهنا ديت آيات دالة على وحدانية الله من البدوي والحضري. يشوفها لا يتكلم فيها شيء. كويس، انت هنا اللون بتاع هذه الإبل زي لون الجبال، فيها الأحمر وفيها الأصفر وفيها الأسود وغرابيب وسود، غرابيب جمع غربيب يعني، ومنه الغراب الأسود الفاحم. كويس، لما تيجي تبص لهذه الدواب هي خلق الله فيها الروح. الناس دلوقتي بينبهروا بالصناعات وتقدم وتطور الأسلحة. كوفي، هذا كفر. زي العراقيين لما شافوا الدبابة الإنجليزية قالوا ربك يفاخر ببعيره. ربك طب هو الدبابة لو انت نزلت من عليها تمشي؟ ها، لكن الناقة معها سقاؤها ومعها أكلها، ما لك دعوة بها. وفيها ايش معنى البعير يا شيخ؟ بيحكتك لان دي سفينة البلد. البعير بيحكت على صاحبها. ايوه، لكن الناقة هذه ما بتعملش كده، لان هو اللي بيحميها ويرعاها بيعلمها الغيرة عند الحيوانات. فكيف لا يغار الانسان تدري وقد حيل بين العير والنزوان. الله الله، مش قالها في القصيدة بتاعته أهم بأمر الحزم لو أستطيعه. بأوانا وقد حيل بين العير والنزوان، أرى أم صخر لا تمل زيارتي، ومل السليمى مضجعي ومكاني. الله، قوة جميلة.